في الكريات كلهم كوبل ديجا خدامين تبارك الله. كاين هادي معلاش هادي خويا راه كانت مبيضه كانت مبيضه ما حولتها البارح. اه انا غنوريك باش تعرف اخويا عايز راه ما نحيد لهم حتى شي حاجه. مرحبا. العشيشات اللي عطاوني حتى هما حتى كيف ما وريتك هما باقا في الصاك. العشيشات اللي كانوا لاصقين لهادو غيجي يهز هكا. وكاينين طويرات في الرادي اللي هما مكلمين فيهم كلام عند الاخ زكريا. تبارك الله ما شاء الله. بلس كما كتسمعوا الاخوان راه كيفيني بالباتيات. هذا الاخوان راه يلاه تكلم يعني من الطويرات اللي ورانا الاخ زكريا. هذا تشوي ديال الخدمه. السلام عليكم. السلام خويا اخ زكريا كيدير بخير؟ ما شاء الله جينا زياره عند اخ زكريا كيف ما كتشوفوا تبارك الله طويرات عنده يعني ما غنقولش لكم يعني اش كاين غتحكموا نتوما يعني بعينيكم. هادو راه كوبلات اخويا عايز مزيان دابا اللي في الكريات كلشي كوبلات يعني هادو اللي في الكريات كلهم كوبل ديجا خدامين تبارك الله. كاين هاد الكوبل الاولى هذا هو الذكير اللي على اليمن تبارك الله ما شاء الله. وكاين هاد النتيوة النتيوة ديالو. وكاين الكوبل الثانية ما شاء الله. السلام عليكم. وكاين ما شاء الله هاد الكوبل الثالثة تبارك الله. هادو كاملين الاخوان ديجا خدامين كيف ما كتشوفوا ديجا مفرخين. هادي تبارك الله ما شاء الله هاد النتيوة هادي عاقلة ما شاء الله. هادي راه يعني فوق دخلت عندها 3 سنين ديال الخدمة. قلت بانها يعني طير ولكن ملي حكرت فيها مزيان عاد كتبان لي نتوا تبارك الله ما شاء الله. الذكير ديالها هو هذا كيف ما كتشوفوا. واحد الكوب الاخر ما شاء الله تبارك الله. وكاينين طويرات في الراديين اخويا زكريا. وكاين هاد الميسو وداني ما شاء الله. وكاين واحد الكوبل اخرى الاخوان الذكير ونتيوا ديال الكنار نتيوا غريزه غريزه كيف ما كيقول الاخ زكريا. جامع علاش هي اللي جامع علاش هادي خويا راه كانت مبيضه كانت مبيضه ما حولتها البارح. اه انا غنوريك كرسي كرسي انا يلاه شوق عليها كرسي اللي مبيض. يعني تعطي المساسه نعم شوف شوف هذا يدير ماشي كيبان لك لا ما كيبانش ولكن غنقربها راه اظن كيبان هاي شوف هذا الشيء اصلا البيض مرس مرس دوب هادي اخويا هادي شحال كتبقى هي الذكر ديالها هادي كتبقى 2000 درهم شحال 2000 درهم طير فيه الكلام. خويا زكريا بالنسبه خويا لهاد الكوبل شحال كيبقاو كوبلات اخويا 1500 الوحده اللي بغى شي وحده يجي يهزها
يعني اي وحده في هذه اي وحده هاي يجي يدخل يعني ياخذ اللي بغى يجيب معاه 1500. مرحبا. وكاين شي مستوى ما فاتش يا خويا؟ اه ورا 1500 راه كنظن واقيلا ثمن مناسب. المهم شوف خويا زكريا اللي شاف هاد لا فيديو يعني وبغى شي حاجه خويا باش تعرف اخويا عايز راه ما نحيد لهم حتى شي حاجه. مرحبا. العشيشات اللي عطاوني حتى هما حتى كيف ما وريتك هما باقا في الصاك. العشيشات اللي كانوا لاصقين لهادو غايجي يهز هكا يعني ويركب لهم العش ديالهم. يركب لهم العش ديالهم الله يسهل عليهم الله يسخر لكل واحد. كيف ما كتشوفوا الاخوان الاخ زكريا هاد ورجاهم يعني ديجا يعني خدامين ديجا يعني كانوا مفرخين. اللي خدا شي حاجه الله يسخر ليه وموسم موفق للجميع. 1500 درهم يعني الكوبل. وكاينين طويرات فراديين اللي هما مكلمين فيهم كلام عند الاخ زكريا. تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة أخويا هذا زكريا واخا اللي الحمد لله هو الأصل ديالو. الأصل ديالو جدر. جدر تبارك الله. كيفاش يبدا كاين الباشيات؟ كاين واحد الحسرات ولكن الفن يعني ديال الكلام اللي كيجي. هذا شحال كيبقى خويا زكريا؟ 1500 درهم. الاخر هو ما شاء الله هو ناض. كما كتسمعوا الاخوان راه كيفيني بالباتيات. كلشي غير نوض دابا كلشي ما شاء الله كلشي نايض. تبارك الله.
تبارك الله. راه هذا راه شوف ابو خمد سمعوش ترى باين الطيره صاحبي ترى ما نشوفها سبحان الله العظيم كيبان الجمال. لا يا خويا هبط لي هبط لي. هي كنت تكلم كان احسن. تبارك الله. جمالك جمال. هذا من الطويراش الإخوة اللي كانوا مكلمين تبارك الله. هذا يلاه عيط واحد السيد غادي نخليه ليه. المهم ماشي مشكل الإخوان راه كاين طويراش خوج هذا تبارك الله ما شاء الله. هذا شحال داز أخويا زكريا؟ ها؟ شحال داز؟ باقي ما داز. يعني السيد عيط قال لك قبل نجي نشوف يعني هذيك الشوفة باقي ما تباعش. مرحبا مرحبا. هذا شحال كيبقى؟ كون واقعي كيبقى في 1300 ألف و 300 درهم راه من الطويرات اللي كانوا مكلمين دابا الاخوان. ما شاء الله وهاد الكوبلة خويا زكريا عازلة بوحدة. هذا خويا كشبان خليها ليا بنادم معايا الحال. الله ما ياخذ شي واحد اللي ساهل اخويا هادشي اللي كاين راه كلهم ملاها الاخوان هادي هزا معاهم يعني بغا يخليها ليه. سبحان الله العظيم هادي كوبلة عندها 5 سنين مع بعضيها تبارك الله. يعني 5 سنين ديال التفراخ. 5 سنين ديال الخدمة مشوار باقي مشوار. حتى هي كتبقى ب 1500 ديالها يعني بالسيباراسيون ديالها. هذه 2500. هذه 2500 درهم. مشوار باقي السعر نتوزي دابا ها كداك. نجيو الاخوان بنت العش. الخدامه ديجا يعني خدامه تقريبا دابا شي 5 سنين. والطير الكلام تبارك الله راه ما شاء الله. يعني بالنسبة للطير فيه الخدمة يعني ديال الخدمة ديال الخدمة وفي كلام. ما شاء الله. الطير مع اللي قلتي ما كانوش مولفين بنادم فهمتي يعني خاصهم شوية شي يتأقلموا. تبارك الله. هذا الاخوان راه يلاه تكلم يعني من الطويرات اللي ورانا الاخ زكريا. هذا الشو ديال الخدمه كلهم جدوره الاخوان تقريبا وكاين واحد القرع هنا غادي نشوفه. واحد الجلسه مع الحباب يا سلام ومع البريريت ديال العشاي ومعنا الاخ يونس. تحيه للمحبين السون المغربي. تبارك الله عليك اخويا يونس. خويا عزيز الله يحفظك. جينا زياره عند خونا زكريا اللهم بارك. انتوما الاخوان راه حنا مولعين مع الاخ زكريا. كاين الكوكلات كاين الجزوره كاين 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 البلاح كاين البلاح اللهم بارك. الكوكلات كاين شي واحد شي مسكين.
خويا يونس ما احلى الجلسه مع الحباب. بالنسبه للي بغا يتزوج اللي بغا يتزوج اللهم بارك توا في مستوى اللي بغيت تولع التوصيل في اي بلاصه مرحبا. بالنسبه للتوصيل في اي بلاصه والمصداقيه خويا عزيز، والانسان ما كانش مصداقيه ما كنجيوش عنده. انت راك عارف اخويا عزيز الحمد لله جينا درنا هاد الزياره وتقدينا سلاحه تبارك الله كل شيء بمستوى. اللي بغا شي حاجه تعيط لنا حنا تعيط لهاد السيد زكريا مرحبا، والمصداقيه 100%. اللهم بارك. الله يكبر بك اخويا. مشات للطعام كلش غدر الحمد لله قلوب صافيه الحمد لله ونعم بالله هذا هو الرباح. ايوا خويا زكريا راه من الناس ديال الكرام تبارك الله عليك خويا زكريا الله يحفظك الله يكبر بك. احنا مولعين معاه ما سخيناش نمشيو من هنايا والله ما سخينا بالله. الله يحفظك الله يما نصيب شوفوا اخويا هذا شحال كيبقى خويا زكريا؟ اييه وبالنسبة خويا لهاد القرع هذا؟ هذا القرع 400 درهم. قرع فيه كلام. فيه حليبة زوين. كيبقى ب 400 درهم. خويا زكريا غتخلي لي النميرة ديالك اخويا اللي بغى شي حاجة يتواصل معك اخويا. النميرة ديالك 06 46 41 43 76 اللي بغى شي حاجة اخويا يتواصل معك ويجي يشوف مع راسو الكوبل اللي بغى. يعني ما غتقولش لي خذ هذه ولا خذ هذه، اللي صفات فيها الخاطر ديالو هي خذها. وواحد المسألة اللي بغينا نوصلوا الفكرة اللي بغينا نوصلوا للإخوان الموالي أو للإخوان اللي بغي يخدموا إن شاء الله، يعني راه ماشي سهل باش توصل كوبل. ماشي يعني لهذا المستوى. لهذا المستوى، وهاد الكوبلات اخويا راه كيف ما حكيتلك اخويا عزيز، راه ماشي خارجين حيت ما خدامينش ولا شي حاجة، هاد الظروف، أنا السيد مسكين مولاهم توفى. أييه. شتي كيف ما كتشوف ها هو الدوزان ديالهم. هادو العشاش ديالهم. يعني الانسان يعني هاد السيد هذا راه فنى العمر ديالو باش وصلهم لهذا المستوى، وكاين الماكله ديالهم الدويات ديالهم. اييه الخيش هذا ديالهم باش كيخدم. باش كيخدم. اييه يعني ماشي جاو من الفراغ. ماشي غير جاو وصلهم لهذا المستوى خويا. احنا وصلنا هذا بالمشاهد وصلنا هذه سهله. تبارك الله عليك اخويا زكريا. يعني غيجي غيهز الكوبل وغيديها تخدم. الله يسخر لك. شكرا خويا تبارك الله عليك الله يحفظك. لا يخطيك.